السلام عليكم. يا رب حضراتكم تكونوا بأتم صحة وأحسن حال. طبعا زي ما انتوا شايفين العنوان ده تحدي أكل 50 فرخة. طبعا ده العنوان ده طبعا ساخر، والموضوع طبعا اللي هتكلم فيه طبعا موضوع تحديات الأكل اللي منتشر جدا جدا، وطبعا بيعمل مشاهدات عالية قوي على اليوتيوب. طبعا ربنا يزيد الجميع يا رب العالمين، وربنا يوسع على الجميع يا رب يا رب، اللهم امين يا رب العالمين. بس انا دلوقتي انا مثلا كمشاهد او متابع وبحب اصحاب القنوات دي مثلا، وانا بتابعهم وبتفرج عليهم، ايه الفايدة اللي هتقعد عليا ان انا مثلا هقعد وهتفرج على ناس ربنا يزيدها من نعيم الله قاعدة ومثلا وبتاكل كميات اكل كتيرة قوي وكبيرة؟ الاكل ده ممكن يأكل يعني حي بحاله مثلا. ربنا يوسع على الجميع ويزيد الجميع يا رب العالمين. ايه الفايدة اللي انا هستفيدها؟ انت مثلا ربنا كرمك وموسع عليك مثلا بتعمل اكل بزيادة مثلا، الاكل ده ممكن ان انت هتاخد عليه ثواب اكبر من المشاهدات واكبر من ان انا مثلا ان انا هتفرج عليك. انت ايه الثواب اللي انت هتاخده من ان انا اتفرجت عليك مثلا؟ لو انت ربنا كرمك وبتعمل اكل بزيادة مثلا، الاكل ده ممكن توزعه على الناس محتاجة. ممكن ان انا مثلا عندي، ده انا لو عندي وجبة مثلا زيادة في بيتي انزل مثلا اديها لاي حد محتاج. يعني ربنا يوسع على الجميع. في يا جماعة ناس بتاكل يعني اعزكم الله من الزبالة، في ناس بتدور على لقمة من الزبالة اعزكم الله. في مثلا ناس لو عايشين جنب بعض وجاري مثلا، جاري ده ممكن يعني ما يكونش يلاقي مثلا وجبة مثلا يأكل بيها مثلا أطفاله، وجبة واحدة بس. ممكن مثلا ده يعني مش من الدين ومش من الأخلاق اللي أنا أعمل كده مثلا، اللي أنا بالشكل ده أعمل أكل كتير أوي 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 وأقعد أكله كده. وفي ناس يعني مش لاقية الوجبة، ده لو جارك شم ريحة الأكل اللي أنت بتطبخه يبقى واجب عليك ومن الدين إن أنت هتدوقه من الأكل ده. فيعني ربنا يهدينا جميعا يا رب العالمين ويوسع على الجميع، اللهم امين يا رب العالمين، ويزيد ويبارك طبعا ويبارك في الاكل اللي احنا بنعمله ده. انا كمثلا عندي فائض في الاكل او بعمل اكل بزياده، ما اقعدش اكله قدام الناس بالطريقه دي وبالشكل ده. وفي ناس طبعا مش لاقيه اللقمه. انا لو عايز اكسب ثواب وعايز ارضي ربنا سبحانه وتعالى، انا اتبرع بالاكل ده، اعمل وجبات واوزعها ان انا ربنا ميسرها معايا، وبعمل اكل بزيادة اوزع الاكل ده. انا استفدت ايه مثلا لما بشوفك بتاكل الاكل ده قدامي؟ يعني نراعي شعور بعض، نراعي برضو ايه يعني ممكن الحاجة دي هتجرح ناس كتير قوي 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 مش مقتدرة، ناس كتير قوي بتشتهي الاكل ده بتتمناه، ناس نفسها تدوق الاكل ده. مجيش قدامه واعمل كده. يعني مجيش مثلا ان انا مثلا واحد قدامي مريض وانا بتباهى قدامه بصحتي، واحد قدامي يعني عزكم الله مثلا في اي ابتلاء، في واحد مثلا قدامي ربنا ما انعمش عليه بنعمة مثلا الانجاب، اتباهى قدامه بالعيال. طب ليه بنعمل كده؟ واحد مش لاقي مثلا، واحد جعان اتباهى قدامه بالاكل واقعد اكل قدامه واشرب وهو قدامي جعان وعنده عزة نفس مش عايز يتكلم مش عايز يقول، بس شاف الحاجة دي واشتهاها. وانا بعمل كده، انا بعمل كده يعني ضغائن. يعني انا غصب عني البني ادم ضعيف، وبص بتمنى بشتهي الحاجة دي، فبيتربي جواه حقد وحسد وغل وكراهية. طب ليه كده؟ ليه بعمل كده يا جماعة؟ ليه؟ ربنا يوسع على الجميع يا رب العالمين، وربنا يرزق الجميع يا رب، وربنا سبحانه وتعالى الرزاق الكريم. طبعا نراعي شعور بعض، نراعي ربنا، نرضي ربنا. يبقى قدامي الهدف قدام عينيا ان انا ارضي ربنا سبحانه وتعالى، وربنا سبحانه وتعالى يوسع الجميع ويرزق الجميع يا رب العالمين، اللهم امين يا رب العالمين. ويرزقنا في الاول والاخر البركه، البركه في الرزق. ان انا مثلا لو عندي القليل ده وراضي بيه وان ربنا سبحانه وتعالى هيحط لي فيه البركه، صدقني نعمه البركه دي والله العظيم نعمه كبيره قوي 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 قوي. بتيجي بايه بقى؟ بتيجي اللي انا برضى. ربنا اداني قليل، اداني كتير ان انا ارضى باللي عندي ده.
واحمد ربنا. الحمد كتير قوي برضو ان انا احمد ربنا على القليل وعلى الكتير، في السراء والضراء. احمد ربنا على قد ما تقدر، ان ربنا سبحانه وتعالى يعني اول حاجة ان ربنا سبحانه وتعالى هيغنيك عن الناس وهيغنيك عن السؤال، وربنا هيرزقك من حيث لا تحتسب. نعمة الحمد، الشكر، الرضا هتغنيك عن الجميع، تبقى انت كده غني بربنا سبحانه وتعالى. وندعي ربنا سبحانه وتعالى ان هو يهدينا يا رب العالمين، ويدينا نعمة البركة في رزقنا وفي صحتنا وفي حياتنا وفي كل حاجة بنعملها. ربنا سبحانه وتعالى نجعلها كده، نجعل ثوابها، نقول يعني عملت الحاجة دي يا رب عشان ترضى عني، واجعل ثوابها لوجهك الكريم. اللهم امين يا رب العالمين، وربنا سبحانه وتعالى يرزقنا جميعا. اللهم امين يا رب العالمين.